سيداتي والسادة أهلا بكم في حلقة جديدة من نبض البلد دفعت تطورات في الدول الإقليمية إلى ازدياد الحديث حول مستقبل المنطقة في ظل السيناريوهات التي بدأت بالظهور والتنبؤ بما ستحول إليه الأمور في دول الإقليم المعلن لمستقبل المنطقة انقسم بين المتفائل بما هو قائم من حل الأوضاع التي تمر بها المنطقة المتفائلون وجدوا أن المرحلة التي تمر بها المنطقة هي نتاج تاريخي ومرحلة تمر على الشعوب لتصل إلى التغيير والحرية أما المتشائمون فقد وجدوا إياها أي مرحلة مرحلة من التقسيم والتفتت واستمرارا لدوامة تصل فيها الشعوب إلى الاقتناع بأن القوة والتفرقة هي الحل مستقبل المنطقة نوجزه في التقرير التالي اي مستقبل ينتظر دول الشرق الاوسط؟ هذا السؤال كان ولا يزال محوريا منذ اندلاع الثورات العربية منذ خمسة اعوام وما زال يتردد مع مستجدات متشابكة وخاصة مع تزايد الارهاب والعنف والاستقطابات السياسية. في الشرق الاوسط الحالي لم يكسب احد الا ان هنالك سؤالين اساسيين يجب الاجابة عليهما. هل الثورات العربية هي السبب في هذه الفوضى وهذه الانهيارات؟ وما هي السيناريوهات لمستقبل المنطقة الملتهبة؟ فيما يخص ثورات الربيع العربي، فالخبراء اكدوا ان النتيجة الحتمية للتغيير تكون تاريخية، وان لم تاتي قبل خمس سنوات فانها قادمة لا محالة، لان هذه هي سنة الحياة. اما فيما يتعلق بمستقبل المنطقة، فان التساؤلات مترامية الاطراف حولها. فأي مستقبل ينتظر منطقة انهارت فيها سوريا وانقسم فيها العراق واليمن وتفتتت ليبيا وهمشت فلسطين وتعاني فيها باقي الدول من تحديات جمة أمنيا واقتصاديا وسياسيا تبقى التساؤلات مفتوحة وتظل التخوفات مشروعة من تحول الصراع الدائر في المنطقة إلى سيناريو تقسيم طائفي ففي هذا السيناريو ستستمر دول المنطقة في التفتت فيما رجح مراقبون أن يظل هذا السيناريو الأكثر رعبا في ظل تعقيدات المشهد في الشرق الاوسط وفي ظل التنافس الدولي على مقدرات المنطقه المشاهد المعقده التي تسود في المنطقه يمكن ان تقسم الى اربع مشاهد رئيسيه فالمشهدين السوري والعراقي هما الاكثر تعقيدا لدرجه ان عدهما مراقبون انهما مفتاح الحل لالتهاب المنطقه فيما تشترك ليبيا واليمن في ذات المشهد تقريبا من صراع النفوذ بين القوى الاقليميه والدوليه المتصارعه ولتبقى القضيه الفلسطينيه الركيزه الاساسيه والعقده المستعصيه منذ ستين عاما والتي بنيت عليها كافه صراعات المنطقه التي تراجعت الى مراتب متاخره في اولويات الدول والشعوب ولتستفرد اسرائيل بالشعب الفلسطيني تنكيلا وقتلا وتبخير حلم الدوله المستقله تلك المشاهد تفتح الباب واسعا امام كافه التكهنات، ما هو بديل الحل العسكري الذي اثبت فشله في سوريا واليمن والعراق وليبيا؟ وما هو مستقبل المنطقه التي غرقت بدماء شعوبها ووقعت بين مطرقه الارهاب وسندان التدخلات الخارجيه، هل التقسيم هو الحل ام ان ما يحدث هو مرحله تاريخيه ستمر ويكون المستقبل افضل للشعوب العربيه؟ نناقش في حلقه اليوم مستقبل المنطقه كيف يمكن قراءته في ظل التطورات في الاقليم. نناقش ذلك واكثر مع ضيفينا الباحث والمؤرخ الدكتور اسعد عبد الرحمن والمحلل السياسي الدكتور عبد الحي زلو نبدا الحوار بعد فاصل قصير. اهلا بكم نبدا حوارنا لهذه الليله ورحب بضيفي الكرام الدكتور اسعد عبد الرحمن استاذ العلوم السياسيه اهلا بك شرف من بحضورك الكاتب والباحث دكتور عبد الحي زلوم اهلا بك شرف من بحضورك الحقيقه احنا بنحكي اليوم عن مستقبل المنطقه سنتحدث في جانبين الجانب السياسي والجانب الاقتصادي وابدا من الجانب السياسي في ظل التطورات في الاقليم كيف تقرا مستقبل المنطقه اليوم دكتور مستقبل المنطقه سيتحدث تبعا للمرحله الزمنيه التي نتحدث عنها ان كنا نتحدث عن الفتره العاجله والقريبه جدا فلا شك اننا سنشهد مزيدا من التدهور ربما لعام يزيد او يقل ولكن المستقبل سيكون أقل سوءا من اللحظة الراهنة فيما أرى طب تسمح لي بس نحكي عن اللحظة الراهنة نعم أنه الحديث اللحظة الراهنة كيف تقيمها حتى نقدر نشوف كيف ممكن المستقبل اللحظة الراهنة يعني دعني أضعها بإطار محدد ظهرت الشمس ذاب الثلج بان العفن ونحن الآن نعيش في مرحلة بدايات لنهايات العفن ستشهد المنطقة على الأقل في بعض المناطق مزيد من التدهور مزيد من الوصول إلى قيعان جديدة ولكن في النهاية أنا أعتقد أن هذه أمة عربية ولادة شعوبها ولادة ولا بد لها من ان تتخطى الازمه ونحن لسنا اول امة في التاريخ نتعرض لمحن من هذا النوع فاوروبا مرت بها وغير اوروبا مرت بها ولكن هذه مرحلة عصيبة الان لا. مرحلة عصيبة تتفق مع ذلك دكتور هي مرحلة عصيبة نشهد فيها تدهور لكن لا بد من الخروج منها يوما ما وجهة نظرك؟ بالواقع انا اتفق مع اخونا الدكتور اسعد. لكن ممكن ان اضع الكلام بقالب اخر. تفضل. احنا الان في نهايه عصر سايكس بيكو. وسايكس بيكو هي اللي قررت حدود دول هذه المنطقه اللي هي الان تتعرض الى زلزال. نعم. والاسباب اللي قامت عليها هذه الحدود لم تعد قائمه اليوم كما كانت حين رسمها. الحدود تم رسمها بناء على مصالح الامبراطوريات في ذلك العصر. الاساس كانت بريطانيا وفرنسا والى حد ما كانت بدايه التدخل الامريكي في المنطقتنا هنا. فلذلك فلذلك لا. كانت التقسيمات لهذه الدول حدود وهميه لا تنبع من تاريخ ولا من جغرافيا، انما كانت تنبع نتيجه الى مصالح ولكن ليست مصالح اهل البلد وانما مصالح الدول الامبرياليه الاستعماريه في الخارج. نعم الآن تغيرت الامبراطوريات وتغيرت المصالح، وبذلك أصبحت هذه الحدود بحد ذاتها هشة، وخلال المئة سنة التي مرت من 1917 لليوم لم تستطع دول سايكس بيكو أن تكون هويات وطنية حقيقية إطلاقا لأنها دولها لم يسمح لها أن تؤسس مجتمعات مدنية بما تعني من معاني فلذلك إحنا الآن في عصر السرعة يعني انتقل الحرب العالمية الأولى كانت بدايتها على الحمير والإجمال والحصن وانتهت بطيارات بدائية السرعة اللي الآن تتحرك بها العالم هي سرعة الكمبيوتر بطلت السرعة حتى تبعت المخ صارت سرعة الكمبيوتر طلعت السرعة من ال... بهداك الوقت من اه خمسين ستين سبعين كيلو ماكسيموم ولا مية كيلو إلى الآن ألف وألفين وألف وخمسمية وصواريخ اه الآن كانت الحسابات بالإيد الآن الحسابات عندك في كمبيوترز بتعمل تريليونز من الحسابات في الثانية فعالم آخر مختلف اليوم عن عالم الذي حدد هذه الحدود في مجتمع في هو ساحقة ما بين من يحكم ومن يحكم طيب واضحة جدا بدي أسمع وجهة نظرك دكتور أسعد نتحدث عن تغير المصالح تغير الزمن تغير اساس التقسيم نحن امام تقسيم جديد للمنطقه وفقا لمصالح جديده يعني لا شك ان هناك مشاريع عديده لدول كبرى في المنطقه ومشاريع عديده لدول شبه كبيره في الاقليم تحاول ان تجزئ المجزا وتقسم المقسم الى اخره لكن ارادات هذه الدول في تقديري ليست قدرا مفروضا علينا وكما اشرت الجماهير التي انطلقت من قمقمها في الجانب المشرق من الربيع العربي من الصعب اعادتها الى هذا القمقم رغم الانتكاسه التي حدثت هنا او هنالك والحرب هذه الايام هي ليست فقط وتزداد الملامح قوه ليست فقط ضد الارهاب كما يحاول العالم الغربي وقوى الاقليم ان توجهنا نحو هذا الموضوع وانما هي ايضا ضد الاستبداد وانا بعتقد انه الكمبيوتر والثوره التكنولوجيه التي نجحت في مفاجاه هذه النظم الاستبداديه بل والعالم بما اسفرت عنه من نتائج ايجابيه وليس نتائج تقسيميه فقط، ذلك ان هناك الابيض والاسود، هذه الثوره التكنولوجيه ستمكن شعوب هذه المنطقه ربما اقليما اقليما، ربما قطرا قطرا، ولكن بالنهايه ستمكنهم من التوافق والتناغم مع العالم لانه ما يجري في العالم شيء وما يجري عندنا في المرحله الراهنه شيء اخر ولا يمكن لشعوب هذه المنطقه ان تقبل بقوى الشد العكسي كائنه من تكون سواء كانت محافظه سواء كانت تسلطيه سواء كانت شموليه او كانت دينيه بدينية أو متاجرة بالدين بالأحرى لن تقبل منها أن تبقى تجر المنطقة إلى الوراء بمعنى آخر إن ثقتي بالشعب العربي بالأمة العربية بقوى التغيير في العالم العربي ستصطدم مع المشاريع المناهضة الأخرى ولا بد لها في نهاية المطاف من أن تنتصر الآن صحيح أن من أسف شديد نلاحظ أن هناك أكثر من بوصلة خاطئة تريد أن توجه أنظارنا إلى عوالم أخرى أي بوصلة لا تتوجه إلى إسرائيل التي هي أم الموبقات في هذه المنطقة ستكون بوصلة مكسورة بإذن الله ستكون بوصلة خاطئة ولا بد من ان تعيد هذه المنطقه جدوله برامجها السياسيه باتجاه فلسطين لانه ما تريد اسرائيل لاولئك الذين يحاولون ان ينسجوا علاقات معها بعضها فوق الطاوله وبعضها تحت الطاوله سيدرك ان اسرائيل لن تقبل بهم حلفاء او ضمن تحالف في اسرائيل تنشد تاسيس تحالف مقابل المشاريع الكبرى في المنطقه لكن اسرائيل في تحالفها هذا تريد اقزاما الى جانب ما تعتبره نفسها عملاقا وبالتالي هذا سيكون تحالفا هشا والسعي باتجاهه اسرائيليا لو نجح الى حين هنا أو هنالك فإنه لن يستقر ولن يكون مؤمن ولا ترى أن المنطقة ستذهب إلى التجزئة أو كون الشعوب جربوا 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 التجزئة يعني أمامنا أمثلة أمامنا المثل الليبي والتجزئة تسقط في هذه الأيام جربوا المثل العراقي والتجزئة تسقط هذه الأيام يعني القوى التوحيد أصبحت أكبر مما كانت عليه قبل سنتين أو ثلاثة والحال كذلك في سوريا طيب لن نذهب إلى التقسيم المنطقة ستبقى شعوبها على يقظة وحرص على مستقبل دولها تتفق مع ذلك أه ما فهمت شو معنات على مستقبل دولها الشعوب تحاول أن تبقى على نفس الحدود السابقة أصدق مثلاً دون ان يكون هناك تقسيم اكبر لهذه الدول. يعني الحديث اليوم في 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 الصحف العالميه والحديث حتى في بعض الصرنات السياسيه ان المنطقه دولها تتجه الى ان تقسم الى دويلات. يعني العراق عراقين، سوريا اكثر من منطقه، دوله كرديه، ما الى ذلك. ترى ذلك ممكنا؟ شوف انا يعني مع أت لا اتفق بانه آه نتكلم بطريقة عاطفية أن القومية العربية هي جامعة إلى هذه البلدان مع بعض أو حتى إلى القطر العربي الواحد آه السبب في ذلك إنها القومية تبقى آه يعني حقيقة جغرافية تاريخية ثقافية لكنها ليست أيديولوجية فلذلك لذلك انا اعتقد انه احنا عندنا رابط مفقود بين في الوقت الحالي لما احنا نتكلم على آه وحده او على شعوب تريد ان تحافظ لازم يكون عندها ايديولوجيه معينه آه آه ما في ما في في الوقت الحالي آه في العالم العربي ايديولوجيه موحده واحده والشعوب مع الأسف الشديد ليست في أوضاع إن الآن يعني تأخذ سوريا نصف شعبها مشرد مش بفكرش في السياسة يعني بفكر كيف بده يأكل الظهر العراق نفس الشيء حتى عندنا في الأردن بتجد أنه من ناحية اقتصادية كانت الأسواق المجاوره، ونحن بدناش نتكلم عن الشق الاقتصادي الان. لا بس سيدي. ما في مشكله. بس انما مربوطين في بعض ما, هي... ما في مجال نفصلهم. هي مربوطين مع بعض. لذلك انا اللي اقوله انه هناك الان اصبحت امكانيه ان تشكل مجتمع ودوله عن طريق الاعلام إذا ما فيش عندك أيديولوجية معينة اللي تحميك شايف كيف؟ آه عن طريق يعني وخاصة إنه احنا في الوقت الحالي ما في عنا مؤسسات مدنية اللي تستطيع أن تحمي البلد اللي هي موجودة فيه، ما في عنا يعني كافة الأنظمة اللي وصفها أخونا الدكتور أسعد بالاستبداد اللي الناس تثور عليه هذول الناس لا ي... لم يسمح لهم في خلال المئة سنة الماضية أنهم يركبوا حالهم وأن يتنظموا أو إلى آخره فأنا أخشى أن البنية الأساسية المطلوبة للمحافظة على الوحدة حتى للقطر الواحد غير موجودة طيب البنية الأساسية المحافظة على, الوحدة... على وحدة القطر الواحد غير موجودة والأنظمة التي أسميتها بالمستبدة لم يسمح لها حتى بترتيب ترتيب ذاتها ولا يوجد مؤسسات مدنية تحمي بلادها نعم. آه. والحديث اليوم عن التقسيم بات أمرا شبه واقعا شيك؟ أنا في تقديري أنه علينا أن نميز بين مشروعين كبيرين مم. مشروع إسرائيلي يريد تفتيت المنطقة وفعلا تقسيم المقسم وتجزئة المجزأ هذا موضوع مفروغ منه ومن ثلاثينات القرن الماضي هناك آه وثائق تؤكد على ان هذا هو المشروع الاسرائيلي وهذا ما ارادته اسرائيل في العراق وهذا ما ارادته اسرائيل في سوريا وهذا ما ارادته اسرائيل في مناطق اخرى كي لا نطيل الحديث عن بذكر لي انا اقاطعك هنا نعم. بنقطه نحن نتهم دائما اسرائيل ونتفق معك نحن نتهم نعم. دائما اسرائيل بانها يعني سبب اساسي للمشاكل في المنطقه لكن ما حدث اليوم وما يحدث اليوم تقف خلفه اسرائيل ام خلافاتنا الداخليه نحن يعني صراحه المساله المساله ليست ابيض واسود يعني م. لولا انه في داخلنا ثغرات ولذلك بدايه حديثي تحدثت عن الشمس والجليد والعفن في اعماقنا موجود عفن عفن ثقافي، عفن حضاري، عفن سياسي، عفن اخلاقي الى اخره، لا خلاف على ذلك. لكن ان تنفذ الى هذا العفن لوهله من الوهلات فتلك مساله، وان يستديم الحرب مع هذا أو ان يستديم تكريس هذا العفن لمصلحه المخطط الاسرائيلي هو ما لا اراه. وأنا بعتقد أنه مقابل هذا هناك قوة في المجتمع المدني صحيح ليست فاعلة الآن ولكنها مقاومة صحيح أن مخططات الدول الكبرى يعني في مرحلة بوش كان في انسجام نحو تجزئة العراق السياسة الإدارة الأمريكية الحالية لا أعتقد أنها مع تقسيم العراق أو تقسيم سوري سوريا ثم إن الولايات المتحدة لم تعد قدراً دخول روسيا على الخط، دخول قوى اخرى على الخط، بدات تدفع باتجاه التوحيد. هذا لا يعني، واذا لاحظت حتى بكلام اخي وصديقي الدكتور عبد الحي، هو تحدث عن المرحله الراهنه، المرحله الراهنه نعم، هناك مشكله حقيقيه، هناك نقص في الشعور القومي عكس ما كان عليه في الخمسينات، هناك شعور وضربه للهويات. الموحده لصالح الهويات الفرعيه في في هذا البلد، في هذا القطر، في هذا الوطن او ذاك، لكن هذه جزء من العفن الذي ستزيله شمس اراده هذه الشعوب، لا يمكن الافتراض بغياب الشعوب. وإن غابت يعني إحنا لوهلة من الوهلات مضى ثلاثين سنة أربعين سنة ونحن ضحايا قبل الإرهاب ضحايا الاستبداد وكنا نعتقد أن الشعوب انتهت كنا نعتقد أن المجتمع المدني انتهى كنا نعتقد أن القوى الفاعلة في المجتمع انتهت وإذا فجأة يحدث ما حدث في تونس وفي مصر وفي ليبيا وفي غيرها من الأقطار إذا هذا المارد الذي انطلق من القمقم وأعادوه بشكل نصفي بشكل أكثر من نصفي حسب البلد بتقديري لن يستطيعوا حشره إلى الأبد وأنا بعتقد أن التحولات التي جرت على الصعيد الدولي طالما الموضوع الصراع الدولي والإقليمي في المنطقة هي الآن تسير باتجاه, باتجاه معاكس لما تريده إسرائيل مخطط اسرائيل شيء، وانا لا لا نتحدث عن مؤامره او رمي اعبائنا واغلاطنا على شماعه اسرائيل. هذا موقف اسرائيلي معلن منذ بدات الحركه الصهيونيه، ووثائقهم تتحدث عن ذلك بما فيها ما ينشر في الادبيات السياسيه الاسرائيليه الراهنه، لكن هذا موضوع دفعت اليه اداره بوش في فتره من الفترات من قبل القوى الاسرائيليه الفاعله بحكم تركيبه اداره بوش الاولى والثانيه ولكن هذا لم يعد هو الخيار. المطلوب يعني الروس والأمريكيون دوليا نعم. لا يريدون خيار التقسيم للتقسيم. نعم لاحظ لا لا ما يحدث في سوريا مناسبة. كادوا كادوا ان يدفعوا اسرائيل يعني ان تدفع باتجاه فعلا شطر سوريا الى ثلاث او اربع دول ما الذي يحدث الان الذي يحدث الآن شبه اتفاق. شبه اتفاق على ضرورة التوحيد آي سوريا. على توحيد سوريا وهذه مواقف طيب. معلنة للدول الكبرى وكذلك العراق واضح جدا العراق وسوريا دولتان مهمتان ركيزتان أساسيتان تشهدان أحداث دامية اليوم لكن حتى دول العالم غيرت موقفها تجاه ما يحدث في هذه الدول لغايات توحيدها وعدم السماح بتجزئتها يا سيدي اللي تفضل فيه أخونا دكتور أسعد هو صحيح أنه ليس كل ما تريده أمريكا هو قضاء وقدر هذا الحكي صحيح جدا لكن في الوقت نفسه مع الأسف الشديد هناك عوامل عديدة جدا التي تؤثر على المنطقة ليس فقط أمريكا وروسيا علما بأنه اللي إحنا اللي عم بيصير في المنطقة هو عبارة عن صراع لإعادة تشكيل نظام عالمي جديد يختلف عن نظام الأحادية السابق واللي هو نظام البوش دكترين نظام بوش يعني الآن اللي عم بيصير عندنا إنه أصبح هناك معسكرات متقابلة متضادة لها مصالح مختلفة وهي ولذلك التقسيمات للمنطقة اللي في رأيها تختلف عن واحدة عن الأخرى وعن مصلحة الشعوب يعني عندك ثلاثة مصلحة الشعوب وعندك مصلحة فريق اللي هو بقيادة أمريكا وعندك مصلحة الفريق الصيني الروسي وإلى حد ما المتوافق مع الإيراني نعم فإذا من اللي بنقدر نقوله إنه يعاد تشكيل دائما منطقة يوريجيا اللي هي تبعتنا هي هي المنطقة التي تحدد مستقبل إمبراطوريات أي عصر منذ التاريخ وحتى اليوم لذلك يبدأ التجاذب في المنطقة هنا ليس فقط تحديد المنطقة وإنما النظام العالمي الجديد اللي عم بده يجي يصير واللي هو يختلف عن النظام السابق نظام الأحادية المطلقة باختصار أنا كان عندي محاضرة في معهد دراسات الشرق الأوسط في كندي سكول أوف في جامعة هارفارد فأنا قلت التأثيرات التي تؤثر على المنطقة خمسة كلها تبدأ بالإنجليزي بالحرف جي اولا جيل جاد اللي هي الاديان اللي ثلاثه طلعت من بلادنا اثنين جيوغرافي الجغرافيا الجغرافيا احنا منطقتنا قاعده في منطقة استراتيجية لا تستطيع أي دولة تريد أن تكون لها نفوذ أو استراتيجية إلا أن تكون حتى إجرها فيها الجيل اللي وراها آه خلينا نيجي نحكي الان عن الجيولوجي آه احنا بنحكي عن البترول تقسيمات التقسيمات اللي صارت في منطقتنا كان البترول في خلفيه المخططين بيل ريتشاردسون اللي هو كان وزير الطاقه في عهد آه بيل كلينتون قال في 1999 لا اقول مبالغه أن النفط كان أساس السياسات سياسات الأمن القومي الأمريكي منذ سايكس بيكو وحتى اليوم إضافة إلى أنه هو من قرر تلك الحدود. هذه وعندك الجيل الأخرى خليجي نجي نحكي احنا الآن بنحكي على الجيوبوليتكس اللي, اللي هي اللي بنحكي فيها على تجاذب الامبراطوريات وتاثيراتها وكل وحده منها سؤال. إلها لا. وكلاء في المنطقه والى اخره والجيل الاخيره اللي هي جلوبلايزيشن العولمه نعم احنا الان الحرب ما يسمى على الارهاب هو جزء من العولمه يعني في البوش دكتورين يعني اللي هو مبدا بوش كان بيقول انه هناك حضاره واحده فقط وثقافه واحده فقط يجب ان تسود العالم كله اجى وراه ال يعني فالمحافظين الجدد على سبيل المثال بيقولوا انه احنا يجب ان يسود العالم امبراطوريه واحده وهي إمبراطورية أمريكية روحها أمريكية رأسمالية وعلى أنه أي حدا في الطريق رح ندهسه وبيقولوا الناس اللي حي يكونوا يقفوا أمامنا هم سيكونوا أغلبيتهم في آسيا وين اللي بيقولوا الحرب على الإرهاب اللي هو الآن حاليا الحرب على الإرهاب هي لتغيير حضارة كاملة ل قبول الاقتصاد الامريكي المعتقدات الاجتماعيه الامريكيه الى اخره في العولمه يعني اسمع من نظرك بكل ما اورد والله, لل... والله يعني... يعني خطر على بالي والدكتور عم يتحدث عن البيج فايف جيز آه صحيح يعني كل ما وصفه هذا وصف واقعي لماذا العالم كان دائما يتكالب علينا وسيستمر في في التكالب لكن للصدفه خطر على بالي خمسه ار حرف الار التي ربما توضح وجهه نظري وقد سجلتها الان طيب. يبدو هبط علي وحي ما <applause> الاولى ريزيستنس المقاومه انا بعتقد انه بمجتمعاتنا الحيه او ما تبقى من بقايا للمقاومه في المجتمعات الحيه هي في ازدياد وستقود باذن الله الى ما يمكن ان نسميه ريفوليوشن، مش بالمعنى بالضروره الدموي، وهذه م. الرا الثانيه، والثالثه ان شاء الله راح يصير كونفليكت بداخل مجتمعاتنا، م. سني شيعي شيعي سني، لاحظ ما يجري بالعراق، م. هناك استفاقه م. م. استفاقه من هذا الموضوع، ثم سيتبع هذا الراء الرابعه، الار الرابعه ريفورم الاصلاح الذي هو ضروره والذي سيتبع رينيسانس النهضة فيعني الواقع المؤسف الممض المزعج الراهن بما تمثل الجي الخماسية الأبعاد هذا حقيقة وهذا سبب أنه الاستعمار استهدفنا واستهدف نفطنا واستهدف الجيوبوليتكس تبعنا لكن ورح. بالمقابل في قوى اخرى بشكلها بال 5 ارز واعطيتني فكره يا دكتور هلا بدي اكتب عنها 5 ارز <applause> <five hours>. يعني <applause> طيب احنا بعد الفاصل رح نحكي في المستقبل الاقتصادي للمنطقه وانا تحت اكثر في هذا الجانب كل ذلك واكثر نواصل الحديث فيه بعد فاصل قصير ابقوا اهلا بكم من جديد مستمرون بحوارنا وضيوفنا الكرام وتوقفنا عند الجانب الاقتصادي ويعني كيف تقرا دكتور عبد الانعكاسات الاقتصاديه على المنطقه اليوم في ظل ما نشهده في الاقليم؟ الواقع يعني مع الاسف الشديد بنقول انه احنا في الوقت الحالي ثرواتنا تذهب الى الخارج وتتاكل في الخارج ولا يستفيد منها الا الناس في الخارج والان الارقام تضاربت انه كم يحتاج بلد مثل سوريا اللي كان مع الاسف الشديد البلد العربي الوحيد اللي ما عليهوش دين الى صندوق النقد الدولي اكتفاء ذاتي واللي كان عنده اكتفاء ذاتي في الزراعه وفي الصناعه وفي السياحة وفي الخدمات وإلى آخره آآ الآن آآ أصبح مدمر نفس الشيء إلى حد أقل في العراق وهدول يحتاجوا إلى ثروات هائلة جدا بيقولوا بأنه قد يكون يصل إلى 200 مليار دولار بس من شان إعادة البنية التحتية في بلد كسوريا البلد اللي ما كانش عليه قرش في في السابق هذا يعني الى حد ما يعني مع الاسف مصائب قوم عند قوم فوائد قد يستفيد دول الجوار منه هذا من ناحيه اذا بدنا نيجي نتطلع الى المستقبل البعيد او المتوسط فالبعيد بقول انه احنا مع الاسف دائما في عالمنا العربي الناس تعمل بطريقة رد الفعل اللي هي رياكشن اللي بنسميها الفزعة وليس بطريقة التخطيط والفعل اللي هي برو اكشن فالحقيقة يعني ما ما أقوله أنه عم بتصير تغيرات هائلة في العالم تكنولوجية ستؤثر كثيرا على الفايف جيز اللي أنا حكيتها قبل شوي هذه وقد يكون أهمها وفي قطاع الطاقة والنفط على سبيل المثال وبديش أطول كثير لأن الوقت كما فهمت مش متبقي كثير نقطة هامة جدا لا يعيها حتى أصحابها وهو انه الان عم بتصير تغيرات تكنولوجيه مدروسه لتقليل الاعتماد على النفط وبدي اعطي مثال واحد فقط شوف على اهميه مثل هذه التغيرات اللي ما سامع فيها في بلادنا في 2012 عمل اوباما مشروع اجبار شركات السيارات على عمل كفاءه للسيارات بحد ادنى انها تمشي السياره 350 كيلومتر في التنكة اللي هي 55 جالون 55 بير جلن 350 شو معناته هذا الكلام بدي اعطيك شو معناته هذا الكلام سياسيا واقتصاديا اقتصاديا هذا الحكي يعني على إنه الولايات المتحدة ستخفض استهلاكها ثلاثة إلى ثلاثة ونصف مليون برميل يوميا من البنزين نتيجة إلى هذا القانون إلى هذا التشريع. ماذا يعني اقتصاديا هذا الحكي يعني على الولايات المتحدة من اللي كانت تستورد كميات، انت انسى اللي الكل صار بيحكي فيه اللي بيعرفه واللي ما بيعرف قصة الشيل اويل والشيل غاز والى انا بحكي على هذه مثلا النقطة اللي ما بيعرفش فيها الناس كثير. هذا يخفض الكلفة على المستهلك الامريكي بالسنة 1.8 تريليون دولارز. يعني 1800 مليار دولار في السنه تخفيض على المجتمع الامريكي، اوكي هذا الحكي ماذا يعني؟ هذا ال... هذا زائد الكتريك كارز زائد اشياء اخرى سيخفف وبدأ يخفف اعتماد الولايات المتحده على نفط الشرق الاوسط. واضح جدا التخفيف من اهميه المنطقه وبالتالي المنطقة تدخلاتهم السياسيه. طيب شو رايك اقتصاديا اين يعني نذهب؟ سوريا تحتاج الى المليارات، العراق تحتاج الى المليارات مصر تحتاج الى المليارات، ليبيا تحتاج مليارات ويعني والدول العربيه مأزومه في هذا الجانب، في الجانب الاقتصادي. نعم نعم. أه الواقع ان الاقتصاد أه قد يكون هو بترول السياسه. م. قد يكون هو نار السياسه ايضا. أنا بعتقد أن ما حدث ايضا في التجربه التاريخيه وفي عديد من بلدان العالم نس نحن لسنا خارجه كأمه عربيه. بمعنى اخر الاقتصاد كان وراء الحروب العالميه الى درجه كبيره وكذلك السياسه وكذلك الثقافه. والاقتصاد ربما لعب الدور الاكبر ولكن الاقتصاد ايضا الذي تدهور في اقطار مثل الصين انتج الثوره الصينيه التي راينا انها خلال ما يقارب القرن بدات واصبحت قوه صاعده نفس الشيء في روسيا نفس الشيء في قبلها في بفرنسا وقبلها بالبانيا في القرن الذي سبق وبعدين بعطي مثال كوبا كوبا يعني هي قوه اقتصاديه عالميه طب ما حوربت بكل وسائل الحرب على امتداد خمسين عام ومع ذلك صمدت انا لا اقلل من الخسائر الاقتصاديه لكن احنا كان عندنا نوع ربما باستثناء النموذج السوري م. الذي تحقق فعلا الاكتفاء الذاتي عندنا أمراض وأورام يعني اقتصاد متورم أكثر منه اقتصاد معافى هذا الاقتصاد المتورم كان وبالا على الشعوب وبالا على حركة النهضة وليس في مستقبلها قبل هذا الذي يحدث وانا اشير مره اخرى الى الاستبداد وما يفعله. نعم. وعلى كل الاصعده، نعم. وبعتقد أن الاستبداد هو احد اكبر مولدات الارهاب وليس العكس. الارهاب الان معركتنا معه هي في الخط الاول، ولكن ايضا في الخط الاول يجب ان تكون معركتنا مع الاستبداد الذي يقتل السياسه والثقافه والاقتصاد. وبالتالي رغم أن هناك مأساة على صعيد الاقتصاد كما هناك مأساة على صعيد الهوية الوطنية الجامعة إلا أن آآ ذلك آآ يجعلني دائما أن أرى النصف الملآن من وحي قراءتي للتجارب التاريخية طيب. أنا بسألك وبنعم أو لا أو شرح بسيط جدا أرجوك دكتور عبد الحي هل أنت متفائل بمستقبل المنطقة سياسيا واقتصاديا؟ شوف أنا أتفق مع اللي تفضل به الأخ أسعد أن الربيع العربي لم ينتهي أيوه لم ينتهي ومخطئ من يظن أنه انتهى وله بقية هذا اختصر لك اياه له بقيه أه نظر. ابدا في, في المستقبل وانا اراهن على هذه البقيه يعني يعني انا ما يؤلمني ما يؤلمني انه البعض ينشد للحظه الراهنه ويعتقد كانها دهر وابد مستمر علينا الى ابد الابدين لا يا اخي الشعوب تصاب بانتكاسات البعض لا يدرك واعود للموضوع الاسرائيلي لانه برايي هو في جذر مشاكل هذه المنطقه والعالم حتى هذه اسرائيل الان كثيرون لا يرون الا غطرستها والا توسعها وكل هذا صحيح لكن الصحيح ايضا ان اسرائيل حفاره لقبرها حفاره لقبرها بكل ما تعانيه من مقاتل نعم مجتمعيه نعم وغيرها نعم وهذا و هذا 100% صحيح مش اه وما اضيق العيش لولا فسحه الامل مم مم اشكركم كل الشكر ضيفي الكريمين شرفتوني بحضوركم شكرا جزيلا لكم الى هنا اذا نكون قد وصلنا نهايه حلقه الليله من نبض البلد، رؤيا كما عهدتموها كانت ولا تزال واستبقى دائما منكم واليكم تصبحون على خير